كذا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كاين. ديكاجي ماشي قادر المسؤولية يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في حصة الجزائر تسمعك، والتي نخصصها حول الذكرى 24 لإعلان حالة الطوارئ في 9 فبراير 1992 بعد الإعلان عن توقيف المسار الانتخابي والانقلاب الذي حدث في 13 جانفي 92. هل رفعت حالة الطوارئ حقا؟ معنا أول مشارك من عين جفلة، السيد علي بورحلة على ما أظن. تفضل السيد علي. ألو. ألو، مرحبا. ما كاش صوت، مانيش راحت لي ماج كاع راحت. يا اخي اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون، تفضل. ما كان والو، ما كان صوت، ما كان لي ماج. الو 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 بودن من ميلا على ما اظن، تفضل. وي اهلا، مساء الخير. أهلا اخي يحيى. نعم اخي يحيى، مساء النور. يسلمك. الصوت كنت صوت قناه العصر في التلفاز ما كانش، باه نكونوا سما نذكركم. لا يوجد، لا يوجد، ما كانش صوت، ما كانش صوت. شوف اخي، بارك الله فيك على هذه المعلومه، سوف نعاود قطع، نعاود اتصل بنا من على 5 دقائق، نحاولوا نرجلوا المشكل هذا. داكور. إذن مشاهدينا الكرام، نعود معكم مجددا بعد هذا المشكل التقني، مشكل إيصال الصوت، ونعيد عليكم مقدمة الحصة. وموضوعنا اليوم هو هل رفعت حالة الطوارئ حقا؟ 9 فبراير 2016 الذكرى 24 لإقامة حالة الطوارئ في البلاد بعد إعلان توقيف المسار الانتخابي في 13 جانفي 92. أعلنت السلطات الجزائرية عن رفع حالة الطوارئ سنة 2012 بعد أن عملت بها لمدة 20 سنة. بعد ذلك أصدرت قانون الجمعيات الجديد وقانون محاربة الإرهاب الجديد، يقنن عمل الجمعيات ومحاربة الإرهاب ويصادر الحريات والحقوق أكثر مما كان عليه في إطار حالة الطوارئ. إذا كان في زمن الرئيس اليمين زروال وفي حالة الطوارئ وفي أوج الحرب ضد المدنيين، كان يحق للمعارضة والنقابات إقامة التجمعات والاحتجاجات والمسيرات السلمية في العاصمة. فمنذ تولي بوتفليقة الحكم، وخاصة منذ سنة 2002، منعت الأحزاب من تنظيم المسيرات في العاصمة وفي أغلب الولايات. إذا كان إلغاء حالة الطوارئ تحت داعي الانفتاح السياسي والإصلاحات الموعودة وكذا تحسن الأوضاع الأمنية نتيجة مصالحة فخامته، فالحقيقة في الميدان غير ذلك. المسيرات دائما ممنوعة في العاصمة، والتجمعات السلمية محظورة، وحتى اجتماعات الأحزاب والجمعيات والنقابات المعتمدة داخل القاعات ممنوعة أو بترخيص من الوالي وبشروط تكاد أن تكون تعجيزية. إذن ما هي النتائج الإيجابية من التوقف عن العمل بقانون الطوارئ يا ترى؟ لماذا يسوق النظام في الخارج بأنه أعد إصلاحات سياسية وفي نفس الوقت أبسط الحقوق السياسية المجسدة في حق التجمع والاجتماع مقيد بقوانين وتعليمات تعسفية أكثر مما كان معمول به في ظل حالة الطوارئ؟ إذن سؤالنا اليوم مشاهدينا الكرام، هل حقيقة رفعت حالة الطوارئ؟ معنا بودن من ميلا على ما أظن، تفضل سي بودن. ألو. يا ألو، مساء الخير. مساء النور، مرحبا، تفضل أخي. لا، لما يكون خلل يخبر أخي يحيى، مش بارك الله فيك، يكون تشويش والله قطع في الصوت أنا يخبر هاي حتى ولا الكنترول ما فيش مشكل. شكرا، بارك الله فيك. لأن هذه هي القناة أنا اللي نتنفسوا منها، هي والمغاربية، بارك الله فيك. أما نبدأ بواحد ما قبل ما ندخلوا حالة الطوارئ، عندي أمانة أعطوها لي الأطباء والممرضين لدى مستشفى فرجيوة،
اليوم راه نديروا اضراب في مستشفى فرجيوة. نعم. بالاطباء بالعامل كل العاملين ابار الاداريين والمدير نظرا لله، لان لهم حالهم المردوديه، الاداره نزلت المردوديه للاطباء بما فيهم اللي فاض ميناج لجارديني الحجاب الى ما في ذلك. يعني باه تشوف باه ينحيوا لهذ الاشخاص ينحيوا 5000 دينار تاع المردوديه، وينحيوا لا صمد ميناج ينحي لها 2000 دينار، وما ينحيش نفسه كمدير ولا الاداره ما تنحيش نفسها، هذا ما تقتطعش مثال المردوديه نفسها. هل مدير الصحه لدى ولايه ميلا على علم بذلك؟ احنا نقولوا بلي هاد الناس هادو تما باه يجي كي كانوا باه يحفزوهم باه يعودوا يشوفوا المرضى ويساعدوا المرضى على الاقل، اليوم احنا رانا نشوفوا بهم هما اللي كسروا. بارك الله فيك سي بودن. في الموضوع موضوع حال الطوارئ واش رايك؟ في الموضوع بالنسبه لحال الطوارئ يا اخي يحيى. نعم. حال الطوارئ مازال في الجزائر نظرا للحوادث، وثانيين لان علاه؟ لان الجيش الوطني الشعبي شوف من ايام من 88 وهما الاجازه السنويه مقنصه. اليوم انا قلت لك انا راني متقاعد من الجيش، خرجت. نعم. اللي ما خرجت من 88 وانا ندي في نحاولنا الكونجيات الاجازه السنويه نحاوها بلا ما يخاطبونا حقها. اليوم كي حسبناها لقيناها 16 شهر الاموال هذه تاع 16 شهر كل فرد، عندنا 60,000 متقاعد اللي عاشت الاحداث هذه. اليوم وين راح دراهمها؟ اليوم راه كي تجي داخل العاصمه تلقى مثال منا في النواحي الشرقيه تلقى حواجز امنيه تاع الجيش الوطني الشعبي محطوطه، تروح للنواحي الجنوبيه من المفتاح ولا ربعه وغيرها كذلك. نعم في العاصمه الشرطه والدرك، يعني انت في رايك؟ لا حتى لا كي نوليو للدرك، الدرك راه مهمته يخدم الحواجز الامنيه عام مي الجيش، الجيش مازال برا. نعم بودواو في بودواو مازال الجيش برا، في بودواو في ومرداس مازال الجيش برا، في تنيه مازال الجيش. نعم. الجيش لما تنحى على الطوارئ الجيش الدور تاعه واش هو؟ الدور تاعه هو حمايه الحدود. نعم. اليوم الحدود راهو في حاجه ماسه للديكتيف للقوه تدعمه. اليوم اما الجيش راهو محطوط مثال قوه جات من الوحدات تاع الصحراء محطوطين على مستوى بومرداس وخميس خنشنه وحمادي ومرتاح. ولكن في مجال الحريات سي بودن، يعني ابسط الحريات للحريات السياسيه للاحزاب هو التجمع السياسي، المهرجانات السياسيه، المسيرات ممنوعه في العاصمه. يعني في رايك احنا كمدافعين الحقوقيين؟ نعم. انا راني من ضمن الحقوقيين. تفضل. مثال راني نحوس نخلق مثال نوعي المواطن باللي حقه راه ضايع بالنسبه حتى مش مثال لما شفنا المصادقه للدستور من طرف واش هو مازال ما لحقش المصادقه تاع الدستور، ورساله تاع ابو تفليقه لحقت بن صالح يقرا في الاخر يشكر في البرلمانيين ويشكر سما هنا باللي احنا الشعب الجزائري راهو مهمش كاينه. اليوم احنا راه نقولوا السلطه راهي مملكه في الجزائر، راهي مملكه ماهوش الديمقراطيه الحقيقيه. احنا نحوسوا مثال الناس اللي راهي 80 سنه حاكمين المناصب بدون 80 سنه وفايتين من 80 سنه يخلوا المجال للشباب اللي راهو عنده ثقافه عاليه. حتى كاينين في الوحدات في الجيش الوطني الشعبي كاينين ناس اللي جايزين مهندسين يقدروا يخرجوا يقفزوا قفزه مليحه بالنسبه للتطور تاع الجيش. شكرا. اليوم احنا نقولوا لنا مثال هذا هو. شكرا. معنا حاج سليمان من تيبازا، تفضل سي حاج سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. واش راك خويا يحيى؟ الحمد لله. وانت؟ والله غير الحمد لله خويا يحيى، راني عيان شويه، راني ندير السكانر على راسي وراني مريض. ربي يشافيك ان شاء الله، ربي يشافيك الحاج، ربي يشافيك. تفضل. النظام معذبني، ولكن اللي كاينه حاجه اللي نصح في كيبود اللي يهضر. تفضل. تفضل تفضل الحاج، انا نسمع فيك، تفضل. ولكني نشكر خونا بودن من ميلا ونشكر الحبيب البرنامج تاع شلغو من عيد وكامي وطابو، ونشكر تاع قصر البخاري وعمي صالح والجماعة قاعدين وخويا رابح. الو. تفضل تفضل الحاج، تفضل. اني نسمع فيك. تفضل الحاج، تفضل. حالة الطوارئ هذه ما زالت لحد الان، ما زلنا في حالة الطوارئ، ولكن المسيرات في العاصمة ولا في بعض الدول هذا النظام كيشي بالشعب. واش يهدر يا سي يحيى؟
نعم. رانا كنا مع إرهاب، رانا صبنا السلاح، هم بغاو يديروا بوم. يعني 25 سنة والإرهاب هذا ما حبش يخلاص، وما يقولوا قضينا عليه قضينا عليه قضينا عليه، وحنا دائما تقرا الجرايد قضوا على 4 إرهابيين 5 إرهابيين قالوا السلاح كما راك تقول. يعني وراه هذه الحرب على الإرهاب، وراه النجاح اللي قالوا نجحناه، وراه المصالحة اللي قالوا نجحت. يعني هل يعقل أنه نقرر نجاح مصالحة والناس مازالها في كاين الناس مازالها مرفدين سلاح؟ شكرا خويا يحيى، ولكني مكالحة ماشي مصالحة، ولكني كاين الشيء اللي نقول لك عليه هو هذا النظام لاقي باش كاين القواد الشياطين والخوافين، كاين الشياطين وكاين الخوافين، ولكن تسمعهم في الشارع يهضروا كما فكري بالسبعينات. العب نعم تفضل. كما فكري بالسبعينات يقول لك اسكت يسمعوا، ما زلنا في اسكت يسمعوا، هذه بلاد البوليس لقي باش هنا نطرح. لو كان الشعب الجزائري بحل ويقول الفحولية وشعب الشهداء وشعب 54 وشعب اللي داروا الإضراب في 58-59، هذه ماشي لا تراجلي في الشعب الجزائري. والله يا سيح يا خطرت أنا يا سريب ذاك الوقت نحيل لدي الشعب خرجوا فرنسا، ولكني كاين الشيء اللي نقول لك عليه والحقيقة اللي نقول لك عليها، شعب الجزائري فاشل، والشياتين هذو اللي هم يعيطوكم يقولوكم الجزائر مليحة وبيها الشبعانين ولا لا لا باش علينا، هذو لا تراجع تاعهم اللي تشاهدوا من تشغيل الشباب، تشاهدوا من البنيان. مثلا نعطيك مثال، احنا نسكن في بلديه بورقيقه ولا يتبقى هذا النظام في حياته ما قاليش انا قفله، نحالي كراعي وعذبني وراني مريض راني غم سكانر طلبوا لي زوج ملايين. بارك الله فيك الحاج، شكرا. معنا غازي من اضرار، تفضل غازي. الو غازي من اضرار، مرحبا بك سي غازي. الو الو، محمد من العاصمة، تفضل محمد. الو محمد، الو محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخي راك على المباشر، مرحبا بك. وعلى اخي الكريم، انتم تحدثوا على حالة الطوارئ، والله يعني حالة الطوارئ نحن في اكثر من حالة الطوارئ يا اخي الكريم. كيفاش؟ أول يا أخي الكريم، أنا رحت نتكلم على حقي، تعرضت إلى محاولة قتل بالتشمم، ولكن الله كان معي ونجوت يعني بعجوبة. كيفاش حقك فاش؟ سكن في العمل فاش حقك؟ والله أنا واش نقول لك يا أخي، أنا كفنان وككاتب وكشاعر يعني، وتكلمت على بلادي وكل شيء، وقشاوني يعني داروا في المنكر كلاو لرفقي، فرضوا علي التسول بصفتي فنان، عطيتهم واحد الكلام واحد الأجوبة يعني حارة موضوعية في الحقيقة، ما هيش شي لي، ولكن هما حبوا يقتلوها باش يقتلوها، حبوا يقتلوني أنا باش يقتلوا هذيك الأفكار وهذيك. أنا واش صرا يعني؟ يعني أنت صح في موضوع الحصة أخي، في موضوع الحصة يعني، هل أنت تلتمس أنه حقا رفعت حالة الطوارئ يعني كما قالوا في 2012؟ هو ورا حالة الطوارئ، احنا عندنا الطوارئ مؤبدة كما قال لك الاخر، اتفق الحرب الا يتفقوا، احنا عندنا الخطر دائم يا اخي ورا حالة الطوارئ. حالة الطوارئ لو كانت تكون حالة الطوارئ ويكون يعني القانون يعني مسؤول كما يقولوا يخوض مسرح الحقيقة، والله لا خير من هذه الحالة اللي نحن فيها هذه. وأنا ما نظنش باللي حالة الطوارئ يعني رفعت، يعني حتى لو رفعت يعني مثلها مثل القوانين اللي هي في الدستور ولا تطبق والسلام، هذا هو يعني. شكرا محمد من العاصمة، بارك الله فيك. معنا غازي من أضرار، تفضل سي غازي. مساء الخير. مساء النور غازي، مرحبا. أهلا وسهلا. شوف يا أخي العزيز، تتساءلون على هذه المشكلة التي من أزرعها في الجزائر، هي هذه المافيا، هذه الخونة، هؤلاء المفسدين، هؤلاء الذين باعوا البلاد. سيغازي سؤال، عندي سؤال. نعم. مباشر، انت في أضرار، انتم كسكن أضرار كي تكون عندكم يعني احتجاجات، ما
مثلا على السكن او الماء او الكهرباء، احتجاجات اجتماعيه، هل يعني السلطات ترخص لكم يعني كديروا طلب يعني ديروا احتجاج امام دائره امام الولايه او مسيره، هل السلطات ولايه اضرار تعطي لكم ترخيص انكم تنظموا مسيره سلميه في ولايه اضرار لاحتجاج على موضوع ما سياسي او اجتماعي؟ شوف يا اخ العزيز، ولايه كلها انا دائما يتصلون بي، الاحتجاجات مستمره لم تنقطع يعني سنوات، ولكن القمع هو الذي اليوم سار في مجتمعنا، القمع من هذه السلطة الفاجرة الخائنة الظالمة الفاسدة، هذه السلطة التي شكرا غازي من أضرار بارك الله فيك. معنا محمد من عين صفراء، تفضل سي محمد. محمد محمد من عين صفراء. السلام عليكم. فيك يحيى. سلام ورحمة الله، تفضل. ما هي حال الطوارئ لم ترفع؟ ولو كان رفعت حال الطوارئ علاه كاين ناس يقبلوا لهم يديروا احزاب وكاين ناس ما يقبلوا لهم؟ شاو علي بن فليت احنا نرحبوا له يعني بالبركه عليه الحزب، مبروك، ولكن كاين ناس وكاين ناس اخرين ما داروش. نزيد حاجه واحده اخرى، حاله الطوارئ كاين ناس يرفعوها رجال الشرطه، انت في ميزك محمد بوزيد جنرال محمد بوزيد يعينوه الحاكم المديريه العامه للامن الخارجي، هذا هو اللي منع الدبلوماسيين باش يغادروا المكان اللي اختطفوا منه الجماعه المسلحه في شمال مالي. طرطاقي هو رئيس المخابرات، هذا انسان تاع حشيشه، انا نعرف السيد اللي كان يجيب له الحشيشه، وانا بالعبد تاع نعامه باش نكون مساهم، الإنسان اللي كان يجيب له الحشيشة هو فريد شعيب، كان يذبح الناس في تلمسان ويقتلهم ويرميهم معاه واحد آخر يسموه سليمان، هذو اللي يروحوا حال الطوارئ ماشي هذو. وطرطاق هذه مع تيقول تورين ونوافيكم إن شاء الله بالوثائق، واسمح لي يحيى خاطرش كنت زعفت منك خاطر لسا تقطعتني أنا في العام نتاع النعامة. السلام عليكم. وعليكم، علاش زعفت مني؟ هكا قطعتني خاطرش أنا نخرجت من الموضوع الخطرة اللي فاتت. لا لا يا أخي، عندما أقطع الناس لأن الناس بزاف يستناو في الهاتف باش نخليو كل واحد شويه الحق يتكلم، هذا ما كان. الله يسلمك، بارك الله فيك، مع السلامه، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نعود معكم بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نعود معكم مجددا في حصه الجزائر تسمعك، وموضوعنا اليوم هل رفعت حالة الطوارئ حقا؟ معنا علي من عين دفلة، تفضل سي علي. مرحبا. سي علي من عين دفلة، مرحبا، تسمعني؟ علي بورحلة. الو الو الو، علي من عين دفلة، هل تسمعني؟ انقطع المتصل. الو 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 الو، هل معنا متصل؟ الو. اذا موضوعنا اليوم هو مشكل او موضوع الذكرى 24 لإحالة او تقنين او تقرير حالة الطوارئ في البلاد 9 فبراير 92، والتي الغتها السلطات في 2012 تحت داعي الانفتاح السياسي. منذ 2012 يعني لم نشاهد انفتاح سياسي حقيقي، ولم ترخص المسيرات السلمية في العاصمة وفي المدن الكبرى للبلاد، لم ترخص التجمعات السياسية للأحزاب السياسية خاصة داخل القاعات، وكذلك نحن نعرف أن تنسيقية أحزاب المعارضة أو التغيير الديمقراطي وكانت لها مشاكل كبيرة في الحصول على قاعة في اجتماع مازافرون، ووصلتني أخبار اليوم أنه حتى اجتماع مارس المقبل لمازافرون 2 لتنسيقية الأحزاب هناك مشاكل كبيرة للحصول على قاعة والحصول على ترخيص. إذن ترى ما هو الفرق ما بين حالة الطوارئ وعدم العمل بقانون حالة الطوارئ؟ لماذا يعني النشطاء السياسيين والحقوقيين والأحزاب لم تلمس أي تغير من طرف السلطات في الميدان، ميدان الحريات، ميدان التجمعات السلمية والمسيرات؟
هل في رأيكم حقا رفعت حالة الطوارئ في البلاد؟ ننتظر مشاركتكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. ألو، نرحب بمشاهدينا الكرام في حصة الجزائر تسمعك. نفتح لكم باب النقاش الحر بمداخلات قصيرة ومركزة دون إساءة أو تجريح أو خروج عن موضوع الحلقة. يرجى من المتصلين قطع صوت التلفاز عند المشاركة المباشرة والاستماع فقط عبر الهاتف. وجهة نظر المشاهدين لا تعبر بالضرورة عن رأي القناة، وهي لا تتحمل مسؤوليتها. مشاهدينا الكرام، نعود معكم مجددا في حصة الجزائر تسمعك، ومعنا السيدة أم أمين من العاصمة. مرحبا بك سيدتي. ألو. مرحبا سيدتي، مرحبا بك. ألو. مرحبا. ألو. نعم سيدتي. مرحبا الأخ يحيى. مرحبا. نحييك الأخ يحيى. مرحبا. سلم الحر لكاع عمال قناة العاصمة وحركة رشيد، ونسلم على الشعب المحقور مسكين. تحياتي أبو صاحب، وما ننساش عم يماني، هذا مدة ما سمعناهش. فيما يخص الموضوع هذا الشهر بالذات الذكرى اللي داو فيها وليدي في 27 فبراير، راه راح يدير 20 سنة الدواء في الوقت حالك في الطوارئ. شكون اللي يقدر يخرج لبرا ويمشي؟ جاب هما للدار والدواء. كون تنحات هذه الحالة في الطوارئ راه يزيد، راه المشاكل راهم يزيدوا أكثر وأكثر. كل تنحى حالة الطوارئ كان كل جمعة يرفضوا عليه بالحج، كل جمعة هم يرفضوا ما يحلوش حتى يروح يصلك. كل ما كان حالة الطوارئ كل الناس راهي تروح توقف بالوقفة سنية، راهم غير يوقف يكونوا معه ويرفضوا. راه سمع الأخ يحلى. نعم نعم، يعطيك الصحة. ما عندناش نظام، ما عندناش حكام، حكام مزورين، حكام ولاد فرنسا لي جينيرو قتالين مجرمين، والبرلمانية تاع 40 مليون ما يهمهمش، يعطوا لهم الرخصة يديروا ولا ما يديروش. هو يشوف لي صالير ديالو لا فين دو مون 40 مليون، وراهم قادك تاع الشوف وقالوا لهم زيدوا لنا. انا نقول لكم يا البرلمانيين، نلعب قناة الرجال المخلصين، خرجوا خطرة واحدة عندي البث تاع البرلمان. ثاني جيتكم يا مختار جامي نلقى واحد يقول هذاك، يقول لك ما كاش لي طومبيسيون لي سيسيون. واش راكم ديروا يا البرلمانيين؟ والله الشعب الجزائري مسكين اللي مغلوب على امره. قتلت النظام الفاسد قتلنا، وانتم ستو كملتوا علينا. وكنا هضروا تقولوا يد خارجيه القناه تاع العديان. شكون العديان؟ انتم لا تقدروا علينا الباب وما تخلوش حتى تمسوا. كل لقيتوا الاكسجين تمسوا، كل لقيتوا هذه القناه المحترمه ما تهدرش. سيده ام امين، انا نقول لكم احشموا وصحوا ونزلوا البغاز ديالكم وروحوا سووا اسرائيل، راكم صورين ريسبونسابيل اسرائيل معاهم، وخلوا الناس المخلصين اللي راهم في الخارج يجوا يسيروا هذه البلاد. الشهداء راهم يبكوا في قبرهم، عائلات المختطفين ما تنسوكمش اليوم القيامه، الشعب الجزائري الفقير خبزه نحلف على الشيا كلمه. شكرا شكرا السيده ام امين، شكرا. يبدلوا في الناس وهربوا الناس وكاع شي مرة. بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي. في المانيا، في لاسني، في فرنسا، ابل بارتو، ما نحسبوش السكنات اللي عندهم، ما نحسبوش ولادهم راهم يقراو، اغلى جميع راهم يقراو فيهم ولادهم منهم بنات. شكرا شكرا سيدتي، شكرا. وهذه الاحزاب راهم يقولوا حنا المعارضين، والله يا الاخ يحيى باقينا يحسبوا فينا جايحين. واش راكم تعرضوا؟ فهموني، واش راكم تعرضوا؟ نتحداكم نتحداكم وخرجوا يا الاحزاب، راكم تقولوا انا معارضين
يقولوا واش قرون بي ونبي اخرجوا ولا ديروا الضغط لا تعمل جزاء امين بالحج مانيش نحمل عليها الاخ يحيى ولا ترامي. شكرا شكرا سيدة ام امين شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك. نعم السيد الشيخ علي بالحاج له الحق في ان يصلي الجمعة يعني ككل المواطنين، الحق في التعبد، الحق في الصلاة، هذا حق مكفول بالقانون الجزائري والقانون الدولي الذي يتباهون به دائما ومواثيقهم الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والعنيد إعلان العالمي لحقوق الإنسان يحمي المواطنين كل المواطنين في خاصة في حق التعبد والإيمان أو عدم الإيمان. وهذا ما يمنع للسيد علي بالحاج الذي منع من صلاة الجمعة منذ أكثر من شهرين على ما أظن 8 أسابيع أو 9 أسابيع، كل ما يخرج من بيته في حي القبة بالعاصمة للذهاب للمسجد لصلاة الجمعة يمنع، ولا يعني نسمع كلام لوزير الشؤون الدينية ولا لأئمة المساجد، أئمة مساجد الجزائر والعاصمة الذين يعني يخصصون جمعاتهم لا أقول كلهم لكن أغلبهم لشروط الوضوء أو ما ينقض الوضوء، ولكن لا يتكلمون على قضية علي بالحاج أو قضايا أخرى، قضايا الحق، قضايا العدل، قضايا الحجرة التي تمارس ضد الجزائريين بمختلف ألوانهم السياسية سواء كانوا من الإسلاميين أو غير الإسلاميين. هل معنا متصل آخر؟ ألو؟ معنا محفوظ من ولادي عيش من ولاية بجاية، تفضل سي محفوظ. بليدة بليدة ولاية بجاية. أوكي ولادي عيش أوكي مش ابن عيش، تفضل تفضل ماشي سيدي عيش. واش راك صحيحك مليح؟ لا باس تفضل. الله يعطيك منور الشاشة على بالك تعجبني ضحك. الله يسلمك بارك الله فيك شكرا. اسمع أنا واش نقول لك؟ أنا أقول لك سلم لي على العرض دي زيتوت ومورا دينا. الله يسلمك. وعندك رأي أو كلام في الموضوع؟ الو معنا بوزيان من غليزان، تفضل سي بوزيان. الو الو نعم تفضل سي بوزيان من غليزان تفضل. مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. الموضوع بين الدخل فيه وشنو هو يعني هل في رايك رفعت حال الطوارئ حقا في الجزائر ولا ما زلنا نعيش تحت حال الطوارئ؟ الو السلام عليكم. مازال الله يسلمك بارك الله فيك خويا. ما غليزان ناس غليزان مسلككم السلام كاع. الله يسلمك بارك الله فيك. السلام لك والناس غليزان والسيد عبد الله بن نعوم الذي نعرفه من هناك والسيد ياسين خالد العربي زيتوت وهشام عبود تفضل والجماعه كاع ربي ينصركم ان شاء الله. الموضوع يعني حل الطوارئ. نعم مازال ما انقلعتش بالنسبه لينا حنايا يعني خطره المره اللي فاتت دخلت انا قلت وين قلت الديكتاتوريه المدنيه. اها انا فهمنيش. فهمتك ديكتاتوريه المدنيه كيفاش؟ هو ذاك اليوم ما فهمنيش قال لي واش تقصد فيها؟ قلت له انا اللي غيروا انا اللي قلعوا ما فيه ما عندوش الشجاعه باش يزيد يغير لو كان يعني عنده ماشي حاجه هذيك هي اللي. الو السلام عليكم. نعم تفضل. مش هي الحاجه تفضل. الو من معي؟ الو معنا بالقاسم انتيارد تفضل سي بالقاسم. سي غير كيرك خويا؟ لاباس الحمد لله سي بالقاسم. واش راه من انتيارد؟ يا ودي لاباس. البارح واحد السوق صدق لي واحد السوق يتم وفدوا حدا تيارد. السوق هذا سوق حدا تيارد يدوها يحل عليك راح التعليل. السوق هذا 100 كيلومتر بعيد على تيارد. اها ايوا يجوا من غير لزام من صغارين من سعيده ومن بشر يجوا ثم الدار يحل 12 التعليل. تخيل والله العظيم بالديوان داير مبارك والله يلي ما يعطيه 100 ولا 50 والله ما يفوت. وقول لك انا فيه 7 طوارئ وراي طوارئ على بغيت رب والله نتحداك. انا عود محوس انا كنت مع جماعه والله راه طاهم طاهم 50 باه فاتوا. هي تخيل انت 500 لوطو تفوت يعطيو 100 150 50 الى توضيك 20 مليون 30 مليون يعني يدوه الرشوه يديو الرشوه عينيه. واه انا مسؤول على كلامي والله العظيم والله نقسم لك بالله يعني شخصي كاع تلتزموا بيخبروا بدول يديروا بارات والله وتفوت لك وكاين والله ما يحوسوا عليك وما يحوسوا على الرشوه. يقول لك رانا غايه شارع راك غايه اذا فرصه والله ما راحت. ويقول الديوانه بصح كل شيء راقبه الائمه الائمه راه مغطيكم ويقول لكم ان الله غفور رحيم. ربي يخبر لك بينك وبينه ماشي تدوا الرشوه على الناس ماشي تعاقروا الناس. وسيرتوا الولايه تاع تيار اكبر حاجه ما يستاهلش حاجه الرده اكبر رخص في الولايه هي تاع تيار
كانت هي اللي علمت الرشوة، كانت هي علمت الخيانة، كانت هي علمت الفسق، كانت هي اللي علمت الرشوة. اسمح لي الرخص حشاك وحش المشاهدين راهو بارتو في الجزائر ماشي غير في تيارت. أسيحيا نعم اسمح لي. وثانيا الوالي اللي كان هنا هذاك تاع البيض هذاك خلق عليه تاع تيارت المير تاع تيارت في الحبس صار دار راه في الحبس، وواحد لابورتي راهم يعاودوا بها تخيل لابورتي الواقفة راهم يعاودوا يكتبوا يرقدوا بها ويقول لك انا نخدموا البلاد تاع خيان اكبر اكبر رخص وهي الولايه حاشا حاشا الحرار حاشا الحرار اكبر رخص هي الولايه تاع تيارت مساعد توها حاشا شعبه 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 زعيم يعني على الحكام تاعو اللي من عمر نقسم لك بالله البوليس اللي تعلموا الرشوه الجدرمي اللي تعلموا الرشوه الديوان اللي تعلموا اكبر هي الولايه تاع تيارت هي اللي علمت كاع الولايات تاع طوارق الرشوه سي عبد بصح ان شاء الله بربي كل شيء راقبه الائمه خاطر الائمه يخدموا كورتيه والمعلمين تاعهم يخدموا كروتي السفينه انت في رايك ان شاء الله بربي يضربوا دورو في صح اخويا صح بارك الله فيك سي القاسم شكرا. هل معنا متصل اخر؟ الو معنا ألو السلام عليكم فوديل من بسكرة تفضل سي فوديل. الو السلام عليكم اخ يحيى. وي تفضل. تحياتي الى طاقم العصر تحية لك بارك الله فيك ولكل الجزائريين بدون استثناء. يعني الموضوع هذا يعني اللي ما كنتش حاب ندخل ولكن لا تدخل دخل مش يعني مشكل مرحبا بك تفضل. يسمى الموظف يعني عنده شكوك هكذا يسمى لو كان نهضروا الواقع ما هي الشكوك اعطينا الشكوك بالك انا غلطين بالك تفضل. لا يسمى هي من ناحيه احنا رانا الامر مستد لو كان يعني سي يرفع شويه الصوت تاعك سي فضيل والله ما نسمعوا فيك مليح تفضل سي فوديل قطع الصوت معك الاتصال عاود اتصل بينا نعاود نجوزوك ماشي مشكل. من معنا؟ من؟ انا لا اسمع في السماعة. السلام عليكم معك بركش من الجزائر من العاصمة تفضل. السلام عليكم بركش من العاصمة تفضل اخي. وعليكم السلام تفضل. انا عموما تكلموا انا لا اسمع في السماعة. الو انا عموما تتكلمون يا اخي شوف الموضوع ما تقول لي على من نتكلم. هل معنا متصل اخر؟ انا معكم سعيد من تيار تفضل سي سعيد. الو تفضل سي سعيد من تيار تفضل. بغيت ندخل في الموضوع هذا اللي جبد من تيار. نعم تفضل. واه انا صح نخدم هذه في تيار انا صرات لي شحال مره في بيت هذه الديوانه دائما يحبسوا كيما كنت 50000 ولا اللي عطيتها له شغل تفوت بها كيما هاك في حبي يقول سي بالقاسم اللي اتصل بنا امتياز ما كانش يكذب. ايه كيما هاك 50000 انا تصرالي كيما كان نخدم ترونسبور كيما هاك نجيب جماعه ولا اللي ب 50000 يخليك ما كانش ينزل لك سلعه يديها لك الديواني. الديواني صافي اي حق يدي 50000 باي حق هاك ديرك يدي لك قرصانه بيرات هو ديواني ولا بيرات؟ لا ديواني بصح ولا بيرات ديواني ولا بيرات؟ لا ديواني خويا بصح ديواني كي يدي عليك 50000 راه ولا بيرات ماشي ديواني هذه رشوه. والله انا كيما في الطريق كيما مانيش غير انا كنت جاي هنا لتيارت تقصيهم كاع والله اللي يقولوا لي قاعد الهضره بصح علاش علاه انتم في تيارت ما ديروش مسيره سلميه تخرجوا لقدام الولايه تاع تيارت وتعيطوا للوالي يجي يحبس لكم الافه علاه ما ديروش اضراب علاه ما تغلقوش الطريق بطريقه سلميه حضاريه ما تحرقوا بنوات ما والو حتى يجيكم الوالي ولا وزير الداخليه ويعاقب الناس هذوما ويديهم للسجن ويتحاكموا. صح والله انا كيما هاك والله بزاف ما كانش اللي يهضر لك كل واحد يمد كيما هاك والفون صاي يقول لك انا نيرت سلعه تاع 5 ملايين ولا 10 ملايين هذاك اللي عندي يديها لي غير نعطيها 50000 ونفوت. بصح يا اخي لو كان انت تسكت والاخر يسكت وانا نسكت تقعد دائما تمد 50000 ولا 50000 من على عامين تولي لك مليون. يعني لو كان ما تحركوش بطريقه حضاريه بلا ما تكسروا بلا ما تخربوا بلا ما تخوفوا الناس يا سيدي ديروا غير تجمع قدام الولايه تاع تيارت وطلبوا الوالي تهضروا معاه وعيطوا للصحافه الصحافه تجي وروحوا لوكيل الجمهوريه قال هذو الناس راهم قراصنه راهم دي بيرات يغرقوا علينا الطريق هاد الديوانه صوروهم عندكم عندكم تليفونات عندكم دي تليفون بورتابل صوروهم وحطوهم في الفيسبوك نبهدلوهم احنا نجوزوهم في التلفزيون وكان كل واحد يدير هكذا في ولايته في كل المصالح نحيوا الرشوه هذه في الجزائر. اسمح لي نقول لك كلمه ياك تفضل. هنا في تيارت لا عندك ريمين تشكي من فوق ربي سبحانه اللي تكيله
فهمتي كيفاش؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. شكرا جزيلا اخي من تيارة. مشاهدنا الكرام، كنتم مع الجزائر تسمعك، والتي طرحنا فيها سؤال: هل رفعت حالة الطوارئ حقا؟ نتمنى أن نلقاكم في حصة أخرى إن شاء الله في يوم السبت، ونتمنى ونبارك لأخينا وزميلنا سيد عباس بلجودي الذي يقدم معي حصة الجزائر تسمعك، والذي يعني ولد عنه لديه مولود جديد، أصبح اليوم عباس، أصبح أبو عصام. مبروك على سي عباس وعلى الأهل تاعو، والعقوبة لكل الناس اللي راهم ينتظروا إن شاء الله أطفال إن شاء الله. إلى الموعد آخر مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نلقاكم في صحة جيدة، وأعادنا الله وإياكم من حكم العسكر والقراصنة. شكرا. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كالي. يا خويا كاش ماشي قادر تقول لي يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.